لوقت ما يدهمنا فيه خبر زي ما ابتدينا انه كان في لعبة اقدار امبارح، في لعبة اقدار كمان في رقم النهاردة. حضرتك تعلم انه وفقا للاحصاءات ما بين الرسمية وغير الرسمية ان احنا عندنا حوالي 30,000 شهيد في الفلسطينيين منذ بداية الحرب وحتى الان، اكتر من نصفهم اطفال، يعني بنتكلم على 15 او 17,000 طفل شهيد. سبحان الله النهاردة وزارة الصحة الفلسطينية بتعلن انه من يوم 7 اكتوبر لحد النهاردة ولد في غزة 20,000 مولود جديد. هذه المعادلة الكبرى. انا قلت ببساطة انه على الارض فوق الارض المقدسة، لو افترض انني بلاش انت، لست عربيا ولا مسلما ولا مصريا ولا يهمني القصة كلها. انا بنظر الامر من بعيد. ما هو المشروع؟ هو مشروع استيطاني احلال، بجيب ناس واحطهم في مكان اسمه فلسطين ثم اطرد الفلسطينيين بر تمام الى الصحراء كما كانوا يقولون. حدث ذلك في 1948 في النكبة، 800,000 الى 900,000 جرى اخلاءهم من فلسطين. كانوا يمثلون كم في المية من الشعب الفلسطيني في الوقت ده؟ كانوا يمثلون اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في عام 1948. اين ذهب هؤلاء؟ ذهبوا اما الى الضفة او غزة الى الان، او الى دول عربية ثم الى دول اوروبا. بقى في حاجة اسمها الدياسبورة او الشتات الفلسطيني. الوضع الراهن ان عندك 7 ملايين فلسطيني في الدياسبورة في عواصم اوروبا وامريكا وعواصم عربية وغيرها، وعندك 7 ملايين في الداخل، في الداخل الفلسطيني. لما تتأمل المشهد لأول وهلة هتجد كأن الشعب الفلسطيني أنجب شعبا جديدا، لكن هذا الشعب الجديد بمواصفات مختلفة عن التي كانت. يعني لو أنت وإحنا بنقرأ تاريخ 1948 تأملت مثلا مذبحة دير ياسين، كم واحد ماتوا في دير ياسين؟ عشرات. مظبوط. أكتر مذبحة كف قاسم مئات وهكذا. انا لا اهون من ذلك، انا بتكلم عن حجم. احنا دلوقتي بنتكلم عن قراءه اعداد. انت بتتكلم دلوقتي في قراءه الاعداد، بتتكلم عن 32,000 شهيد ما بين شهيد دفنوا على الالف مقبره جماعيه او مفقود تحت الامطار. تمام. وعندك جرحى، مجموع الجرحى والمفقودين والشهداء بيصل الى 100,000. اللي حصل ان الشعب الفلسطيني الجديد الذي ولد بكثافه اولا. بوعي غريزي لكي يمتنع الانقراض على الشعب الفلسطيني، فتلتقى ان كل عائلة فلسطينية 10 اكتر وهكذا. صح. عائلة نووية، مش الاسرة مش العائلة الممتدة، يعني مش اللي كذا. انت قصدك حضرتك هنا انه الخلفة أسرة. الخلفة عند الفلسطينيين بقت مقاومة الخلفة مقاومة غريزيا. ولذلك معدلات الانجاب ظلت تتصاعد الى ان شهدنا الوضع الحالي. الوضع الحالي انت ومعاك الدنيا كلها وامريكا والغرب وكذا 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 وكذا، قاعد تجيب ناس وقاعد تحصل على ارقى تكنولوجي وارقى تعليم وارقى كذا وبتستوطن. انت في لحظة دلوقتي لحظة حيرة شاملة، ليست حيرة في ميادين القتال في غزة بس، حيرة بشأن المصير. هيكل القصة نفسها جوهرها الاحلالي اصبح في خطر بلا سابق. يعني بمعنى انه منين اجيب ناس؟ اجيب يهود منين؟ اجيب يهود يصدقوني ويسددوا عيتي ودي ارض المعاد ووعد وكذا 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 وكذا، هيصدقوني المخزن خلص. وهذه المقاومه وهذه الحرب، المخزن اللي بجيب منه، المخازن نضبط. صح. اخر مخزن اعطى اسرائيل جرعه حياه كان مخزن ما اسمي في التسعينيات اليهود السوفييت. مظبوط. نحو 1,000,000 واكثر وقتها، واللي نشات على اساسه احزاب منها حزب افشدور ليبرمان اللي هو اسرائيل بيتنا وغيرهم. فهنا المخازن تنضب. يعني ايه المخازن؟ اليهود المستعدون لقبول الدعايه الصهيونيه ومن ثم ترك الاوطان التي يقيمون فيها وذهاب الى فلسطين. اكبر مخزن في العالم بقي هو المخزن الامريكي. يعني عدد اليهود في امريكا اكبر من عدد اليهود في اسرائيل. البعض الشيء. بس ولا واحد حيروح. بس لا يمكن ان تقنع احدا. صح. بان تعالى معاي. ليه؟ هو مستعد، الله يرحمه الدكتور عبهو المسيري في موسوعته الرائعة اليهود واليهودية والصهيونية. وخد بالك ان هو كان لا يعرف الدكتور عبهو حرفا
في العبرية. أي. وكان لا يعتبر ذلك عيبا إذا أنه يعتبر الصهيونية ظاهرة غربية مش ظاهرة دينية ويهودية وكذا وإن ده كله. فأنت دلوقتي في مأزق تاريخي. آخر تجليات هذا المأزق كانت ما يسمى الصهيونية الدينية، كهانة. هل تذكرون كهانة؟ كهانة كان يفزع وقتل في النهاية في نيويورك، قد نسب قتله لشخص مصري في نيويورك. هذا الكهانة وأبناؤه الآن اللي هم إتمار بن جفير وبيتسليئيل سموتريتش وميري رجيف وغيرهم وغيرهم من أعمدة الصهيونية الدينية أو عدد من البلطجية والمهرجين الآن، هذا الكهانة كان يفزع من زواج الفتيات اليهوديات من شبان عرب. قد إيه هذا الإحساس؟ فعندك تجاوز حتى العرب اللي وراء الخط الأخضر. الخط الأخضر ده خط افتراضي بيفصل بين الضفة الغربية وغزة وفلسطين المحتلة سنة 1948. عدد الفلسطينيين فيه 21% من مجموع السكان. الفلسطينيون حين يقارنون تعليميا بأقرانهم من اليهود هم الأكثر حيازة للشهادات المؤهلة لوظائف كبرى زي الأطباء زي المحامين زي كذا كذا. الشعب الفلسطيني حتى في هذه الجهة من الخط الأخضر في الضفة وغزة وفي مخيمات هو أكثر الشعوب العربية تعليم. فمش كثرة سكانية بس على طريقة العدد في الليمون، لا، ده شعب ممتحن في محنة بلا مثيل. فتخلق شعب جديد من بطن الشعب القديم. ولذلك أيا ما كانت نهايات ما يجري اليوم، وأنا لا أقول ذلك اليوم، أقوله منذ عام 2006 حين أصدرت كتابا بعنوان نهاية إسرائيل. أي. هذه نقطة حاسمة في تاريخ تطور إسراء. لا يخوفنا أحد بما يملكون. لم يكن بوسع أي مقاومة لدى أي شعب أن تملك ما يملكه عدوها المستعمر لوطنها. صحيح. خالص. لكن في النهاية عند نقطة إنهاك معينة لهذا المستعمر لهذا المحتل لهذا المغتصب بيحسبها تاني ويقارن بين ضرائب البقاء وفوائد البقاء. فإذا على ضرائب البقاء على فوائد البقاء رحل. وهذا ما حدث أكتر من مرة، مش في التاريخ البعيد، في التاريخ القرن، حتى في سيرة الصراع العربي الإسرائيلي. صحيح. وسيحدث في جنوب لبنان. قعدوا 20 سنة كان عدد القتل الإسرائيليين كام؟ 25 واحد في السنة، 25 قسمهم يعني. فانت في النهاية الانهاك حصل فرحل. ثم تكرر الامر في غزة نفسها. كان اسحاق رابين يقول اتمنى ان اصحو من النوم فاجد غزة غرقت في البحر، على طريقة الاخ اللي عاوز يعمل جزيرة صناعية في البحر المتوسط يحط فيها الفلسطينيين. هم الذين سيقبرونك ويقبرون ابنائك. شرفت ونورت. الله يخليك. ولنا اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله. عزيز عبد الحليم، شكرا جزيلا.